بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عبادة جتكم مالي مالفا أفكيستي قبطي أجل الله. عبادة جتكم أفكدك أبو قددك أجيو تهتو ربي نعمة قد نمرت أوليف قد جتكم ربي نعمة إجا نعمة قرى نعمة فهمي نعمة لكهني أمن نما أوليف قد يقول أجيو جتكم ربي قد جتكم تجو عبادة جتكم أكا علماني أكيدا تعريف قلت أمو فكينا في شيخ الإسلام من تيميان أكيدا عبادة جهتون اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مقاوى الرب إنك نجالته وجهته جهته خملته تركته عبادة جهتا ما جهتا قافقنا حياة مسلمة هندايو كتسا جهتون عبادة أنتني عبادة قل كلو ترغان ات ارغمه عباده جدم تجرا اي ربي فملي نم بروتي فغدان شركي كيس سينن قربن الان حراما احمد نم بروتي هنغدنا جديتين اجد دبرسي تك عباداتنا لمتا عباده اقتت كل كلويتين الرغان ات هنجره ك ابيت منغر عبادات تجيرتو سنس يو ابيت كنيه تاتين يا ايسات عبادات تجيرتا جدن عبادان قل قلتين ترغان اتدابته فكين يفرن عبادة قلبية عبادة بدنية عبادة قولية في عبادة مالية جنة بكفر اتخاه دندنا قدرا عبادة قلبية خجنو عبادة قلبيتي عبادة قلبي قسلما جتش قلبيتي في قتش قلبيتي جتش قلبي اعتقادا جتش عقيدا ربي ملك انقبر ما ننجر جتش يا دولا اقسم مقا ربيتي بصفات ربي تامنوا ملائكات تامنوا كتاب ربي بوز ارغمتو تربير ويا اخرارا قدر خيري في شري كنني تامنون عباده قلبيا كيسا قول القلب جنان جج قلبيتي عباده قوليا كيسا كلمتا عمل القلب فجنوا اخلاصها ربي جالته ثواب ربي كجيلو كتاتي ربي سداتو رب الرت الكتشو أجج إني وجدت أجليتني نم أججي الرت صبرو وان إني الراتاء أجليتني نم الأرقي الراتاء صبرو نحي سن الرات صبرو كنين عمل القلب جنان عبادان قوليان فكينيف كلمة التوحيد جتشو قراتي قرآن ربي ذكروا تسبيحة تحميدة كن قرى ربي اتدعوان ما يامو علمي شريعان ما برتيثو كنين عبادة قولية جدما عبادة بدنية كجنو صلاة سجود صوم حجي طواف قرى ربي اتدولو علمي شريعان برتو كن عبادة بدنية جنان جتو عبادة قاما هجة عبادة مالية كجنو عبادة قرر أن هجة تنجدو لا ذكا باسو صدقاك النجو ربي فقلو ربي فنذري قلو قرر فيك السواباسني ربي فجدك كنو كنكني عبادة مالية يقان عبادة هرو جلميتني لا لما جدو عبادة رقان قبتمان وانتكن عبادة جليت تنقجلكن أبن منقر عبادات تجيرتو نية غاريدان فكين يوفر أنه وهو واجباتي فيوان سنة تهتقو يرو هجة عبادات نيتني هجتو يو نية عبادات نماججير ونمان سلا واجباتو فكين يوفرن نفقان لبو في رت نفقون عدمانات رت نفقا كنون إلماني كنون ديني كفلون فوداهرمني كنكوني فوداهرمني واجبا جتو يوكا كسنة أقسما هذا عبادة ترأولو هديانا ما كنو كيسن ما كبجو كنين عبادات تججي رمودان ده جتور نمني مسلماتك واجبات كنين يوكا سنوتا كنين يوكا وجه ربي بربادو لا فهجة تاتي أكا فكين يفتع ربي رتي جبات لجده وفرت نفقا باسيوا وفي كنو نياتو هاتاتو بشان مرقو هاتاتو
akasma ujolle uhiratti sadaqa yokana faqaken nudafa ajje rabbi jalade mudan ammas ujolle yetana tarbiya gode ha ibada rabbi ratna guddatu jede niyya kanatin yoka niyatu taata ibadatti sajjiramti abira ka nama gargaru dafakenya manguddo to kararatti yo arge yo manguddu ci wayabatu dadabe yabisu akkanni bota silabar baduga hurahana magohisu ka akkana kunkuni yo abitti niyate ibadatti isajjiramti jechuda namtuko yero maati horatu yo ka fuda fudu yo lubbuti yati sajdetini niyate minda irra argata jechuda minda irratti argachuun isaa suni waan niyyaa isaa qulqulluu godhee niyyatee fi kunis ibaadaatti isaa jijjiiramuu danda'a. Kanarratti ragaan hadiisa rasuulaati. Rasuulli hadiisa keessatti sa'adiin akka jedhan nafaqaa rabbiif minda nafaqaa kennitu keessatti yoo kaa wajhi rabbii barbaaddu taate minda irratti galfamta yookaan hin galateeffamtaa jedhaniin hattaa waan haadha mana keetii افانك تولي هاتات جعين الرسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث ابي مسعود البدري كيستي مالجران نمن مسلمات قيوماتي وفي رت صدقاك النتي رب الرمين دا بربادا صدقاء ساتات جعين جيكو حديثني بخاري مسلم تيو باتو امس جرس دين قد سينا جرس دين سن وانت اسان توسلتانين هجي هجة فكين يفتقو هذا ابات تل اولا سنين توسلته tokko nama isa bira hojjetu minda yoo hankenna saniin tawassula ta'e islaam minda san kennuun waajibuma dirqama isarra jiru garuu waan inni niyyaa niyyatee jedheef rabbiin ol aane cibaadaatti isaa jijjiira jechuu lammaffa irratti waan haraamaa dhiisuilleen wajhi rabbiitiif jecha cibaadaatti namaa jijjiirama akkuma waajiba yoo hojjetan cibaadaatti namaa jijjiirumu waan haraamaalle yoo dhiisan rabbiif jecha cibaadaatti namaa jijjiirama fakkeenyaaf ribaa nyaachuu yoo dhiisan hanna yoo dhiisan gashii dalaguu yoo dhiisan sawaaba rabbiirra barbaaduudhaaf ciqaaba isaa qixaaxii rabbii sodaatanii yoo dhiisan rabbitu dhiisaa jedhe ajaja rabbii isan fudhadha jedhanii yoo ka dhiisan taate cibaadaatti isaa jijjiiramtee mindaa itti argata dhiisuma saniinuu mindaa argata jechuudha. Hadiisatti rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam akki jedhan rabbiin keenna akkana jedhe jedhan hadiisa alqudsi hadiisni gabrichi kiyya yoo hamtuu takka dalaguu fedheetiniin odoon dalagin hafe haga inni wayta dalaguutti narraa ittiin barreessinaa yoo inni ka dalagu taate dilii takka qofatam inni dalage san qofa itti barreessaafi yoo naa jecha sodaatee ka dhiisu taate khayrii naa barreessaafi jedha jedhan. Yoo gaarii yaade ammoo gaarii hojjedha jedhee kan hojjetin yaaduma qofaan ka dhiisu taate khayrii takka katabaniifi yoo ka hojjetu taate dachaa kudhaniin haga dhibba torbaatti naa dachaa godhaanaa barreessaafi jedhee malaa'ikaa ajaja jedhan rasuulli rabbiin keenna subhaanahu wataaalaa. Kanaaf nam tokko yoo waan hamtuu dhiisu rabbiif jecha dhiisuun isaa sun akka cibaadaatti ilaalamti jechuudha. Ammas kan sadaffaa waan silaa sunnaa tahe tokko hojjechuudha wajhi rabbiitiif jecha fakkeenyaaf hirriba rafuu nyaata nyaachuu bittaa fi gurgurtaa anwaacuma kasbii kamiyyuu haa taatu anwaacni kasbii akkanaa kun carraaqachuun sunnaa jedhama rafuun mubaaha sunnaa odoon ta'in mubaaha. Sadaffaa irratti waan mubaaha tahe wajhi rabbiitiif jecha hojjechuu mubaaha jechuun waan dhiisuu fi hojjechuullee walqixaati. Yoo rabbiif jecha niyyatee waan silaa hojjetu san ka niyyaa saalihaan niyyaa bareeda irratti niyyatee ka hojjetu taate mindaa itti argata jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne hirriba nyaatuu bittaa gurgurtaa anwaacuma kasbii kamiyyuu yoo hojjete asliitti wanti kun mubaaha jedhama. Namni muslimaa tokko yoo isii hojjete xaa'a rabbii irratti jajjabaadha jechuudhaan ibaadaatti isaa jijjiirama jechuudha. Kuni wanti nu qajeelchu cibaadaan jiruu namaa hunda of keessatti hammatti waan diin tahe guutuu of keessatti qabatti jechuu irratti nu qajeelcha. Akkasuma cibaadaan tun yaachiftuu tahuu irratti kan nu qajeelchu ammallee uumaa ilma namaatii fi jinni gaayaa isaan uumamaniifi
علم نماتي في جن ون وممنيف عباد ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هانا قبرني في ملي جني في إنسي لأن أمنا جل ربي سبحانه وتعالى عبادة خنا في أجل ربي جل ديممو ورقى ربي إرال أبتهمو جتشا إسام مكروف جتشو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كناف شفتنا مع عقلك أبو جني في علم نما إرال akka gaafa ballagee irraa kaasee haga gaafa du'uutti imtixaana keessa jira jechuun imtixaana jechuun rabbi gabbaramoo hin gabbaru rabbiin isa laaluudhaaf duniyaatti gadi isa fida jechuun kanaaf cibaadaa jechuun waliigalatti wantoota hunda uf keessatti qabattii jiruu ilma namaa hunda qixxiftii cibaadaan akkanaatuni sharxii fi hundee qabdii sharxii cibaadaa barumsa keenna kadhufu irratti baranna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.